أهلا بكم مشاهدينا في لقائنا الأسبوعي ومشوار الدراما التلفزيونية البحرينية، ومن خلال هذه الحلقة طبعا وصلنا إلى حقبة الثمانينات. إذا وصلنا لفترة الثمانينات، أشهر الأعمال التلفزيونية اللي برزت في فترة الثمانينات أبو خالد؟ أتوقع سوالف أم هلال، يتروى لي سوالف أم هلال تميز، وأيضا الجمهور البحريني كله حبه وتابعه، بطولة الفنان القديرة سلوى بخيت، عمي الله يرحمه ويقمد روحه لينا محمد عواد، عمي أيضا الله يرحمه ويقمد روحه لينا جاسم شريدة، الله يطول في عمره جاسم الصايغ، الفنان القديرة شفيقة يوسف. على فكرة أنا كنت كمبارس وياهم، وليش أنا توني بسألك إيش كنت تسوي في الدنيا في ذي الفترة في الثمانينات؟ أنا بالنسبة لي ما انولدت للحين. ممثل؟ إيه أنت صغير. أتصور كان في عمل اسمه حق سبيج الحكم اسمه من الغلطان، أعتقد سبيج الحكم، وكان جمعان يمثل فيه صغير، وسعد علي، وأعتقد معهم بعد مو بجاسم الصايغ، أعتقد أحمد الصايغ، بس اللي أذكر فيه كان جمعان صغير وسبيج الحكم وسعد علي، هذه من الغلطان اللي سبيج الحكم كان فيه. وبعدين طبعا أعتقد قفزنا للذكرة هو عمل ثلاثية العين حق أستاذنا القدير عبد الله ملك، أعتقد في 88، هذا ما أتذكره. في الثمانينات أتذكر مسلسل العين. لا والله حد حوضه ما تذكر صراحة، بس ما يجين على بالي يعني. في الثمانينات احنا طبعا في طفولتنا أكثر شيء كانت في كثافة إنتاجية بالذات في رمضان، فيعني تربينا على أم هلال. والله شوف أتذكر في مسلسل عملناه على ما أعتقد أنك في آخر الثمانينات، هو مسابقة رمضان، فكان اسمه شعراء العرب، كان ويانا أستاذ خليفة عريفي، عبد الله ملك، أستاذ عبد الله ملك، أستاذ مريم زيمان، أستاذ أحمد الزياني، والله فيه كثير بس مو جايين معاي، مو متذكرهم يعني. وأذكر من الأعمال يعني اللي لحقت عليها وتابعناها وتابعوها كلها للبحرين، عمل والله مو متذكر اسمه بس حافظ أغنية المقدمة عشان أعلمكم شلون أغنية المقدمة لها تأثير على المسلسل. تقول المسلسل في سبيكة الحكم الله يطول عمرها الفنانة المخضرمة، وكان في الحجي بن الحجي والأحمد بن الأحمد، فتقول لهم أنا 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 بسافر، وينك وينك يا راعي التذاكر، كل يوم بزور لديرة باشوف أحلى المناظر. عاد رد عليه الحجي بن الحجي، أنا 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 بسافر، وينك وينك يا راعي التذاكر، وكل يوم بزور لديرة باشوف أحلى المناظر. عاشا يبو الطبول. من عقب الثمانينات ما شاء الله الدراما، وبداية التسعينات نص التسعينات بدينا يعني نسوي دراما حلوة، ومثل ما ذكرت المسلسلات اللي ذكرتها يعني لو يحطونها لليوم أنا أقعد أتابعها، لكن مو بمتابع حق الدراما الحالية ما أتابعها يعني. ما يعني عندك أنور أحمد، وعندك حسن الواوي، وسالم الله يرحمه سالم سلطان، وعواد، أي كلهم في الثمانينات يعني، وكلهم برزوا يعني بشكل يعني شرف البلد يعني. تذكر أحد من الفنانين البحرينيين اللي أثروا فيك في وجدانك؟ جمعان الرويعي، أبو صالح، والنعم الله ينعم حوالك، والنعم ما شاء الله يعني، أي كان وايد له أثر يعني، وللحين يعني حاليا أشوفه يمثل لي أحمد شريف وياي، قاعد يطلع طلعات يعني بسيطة يعني، قاعدين يرجعونهم يعني يعني تشوفهم الحين انقرضوا شن مثل ما تقول، هذين خلاص ما لهم وجود، بس قاعدين يردونهم شوي شوي يعني. جمعان الرويعي في كل كاركتر، ما شاء الله إيه يعني وايد في كل شيء تحاصله يعني، أحمد ميالي بعد مثل ما تقول. نعم صوت انتكاس الحين عقب رجع، قالوا إنه هو رجع يعني، بس ما نشوفه يمثل يعني كلش بتوتر.
أبرز الفنانين يعني الله يرحمه جاسم شريدة، يعني سعد البوعينين مثلا لحقنا عليه في الثمانينات، عندك محمد عواد الراحل، عندك من عنصر نساي سلوى بخيت، يعني هاي اللي نعرفهم شفناهم في أم هلال وفي ذي، يعني هاي القدم. وعبد الله مالك هو رقم واحد، يعني مالك مالك يعني. وعبد العزيز أو اسمه أبو عزوز، محمد عواد، أم هلال، سعد البوعينين تقصد، سعد البوعينين، أم هلال، إبراهيم بحر الله يرحمه، كلهم ما شاء الله يعني، عشان بعد ما ننسى أحد، بس عبد الله مالك يعني رقم واحد. بتقول لك تبي نقول لك جمعان رويعي، ولا نقول لك عبد الله مالك، ولا تبي نفتر لك أنور أحمد، ولا نفتر لك. أنت متابع جيد للدراما البحرينية؟ والله كأمانة متابع، لكن في هالسنوات الثلاثليات لا والله خفيت شوية، كبناء على حكم شغلي فخفيت شوية عن الدراما ومتابعة التلفزيون، يعني عموما التلفزيون في أي قناة من القنوات فما تبيت أتابع شو اسمه. في الحلقة السابقة توقفنا في الحديث حول مسلسل الوفاء اللي تم إنتاجه العام 1979، وهو كما أسلفنا من إنتاج كويتي ومطعم بممثلين بحرينيين وإخراج بحريني، وهو أول عمل يتصدى له المخرج البحريني أمير الشايب. والله ما أدري شجازيك فيها بنت الحلال. لا تقولين، ليزا من الله مو من بني آدم. الله يسلمك. ما تدرين يا سيديك، أنت شايلة عيوننا في بطنك، أنت شايلة سند القالي، عسى الله يهون عليك وتقومين بالسلام. والله ما حس سواها من قبلك يا شريفة، لا بالأوليين ولا بالتاليين. يا وين؟ بروح أشرب ماء. لا أنا يبلك الماء، أنت تقعدين بمكانك والماء يجلي مكانك. سيحي ما يصير بشرب ماء. أنا كم مرة قالت لا تقومين ولا تتحركين، أي شيء تبينه أنا مستعدة أجيبلك. استريحي يا أم الغالي. هذه أبوك سلمك الله، هذه 3000 ربية. عرفت شلون؟ هذا حساب الحطب اللي بعناه، وباجي سلمك الله عند الأحدان 400 ربية حساب البدن والشلامين، وباجي عند حج عمران 100 ربية حساب المسامير. إيه على خير إن شاء الله، ما يروح شيء. زين يبا، أنا إن شاء الله عقب صلاة الجمعة بسافر دبي في السنان، علشان أحمل لومي. لومي صار له 15 يوم وهو مقطوط على الفرضة. من خلال هذه الحلقة طبعاً بنغادر حقبة السبعينات وبنروح حق حقبة الثمانينات مثل ما ذكرنا لكم، وتحديداً إلى العام 1980 اللي تم فيه إنجاز عمل لمؤسسة أفلام الشاطئ الإماراتية بعنوان الأوفياء، وهو مقتبس عن مسرحية تاجر البندقية للأديب الإنجليزي ويليام شكسبير حول اليهودي المرابي شايلوك اللي كان يقرض المحتاج بفائدة معينة ليقوم طبعاً باستغلاله أسوأ استغلال، وحتى يكون قادر أيضاً من خلال ذلك على الانتقام من كل إنسان طيب. هذا العمل كان مصرياً من حيث الإعداد والإخراج وتمثيل الأدوار الرئيسية، فقد كان الإخراج لمنير التوني والبطولة للممثل الكبير رشوان توفيق والممثلة مديحة حمدي وعدد من الممثلين المصريين، وشارك طبعا في التمثيل من فنانيننا فنانين البحرين شفيقة يوسف وسعد الجزاف، سامي القوز، يوسف السند، جاسم شريدة، محمد الجزاف، عاطف السلطي، ماجد سلطان، عبد الله ملك وأحمد الزياني. هذا العمل كان باللغة العربية الفصحى، وهي تجربة لم يسبق أن مر بها ممثلين من قبل طبعا في الدراما التلفزيونية. وما الحل؟ تقاسم كل شيء حتى رفيقا من هذه الكوة، ولكنك أخبرتنا
ونحن نعطي لك كل ما نملك انك تضمن عودة المال والارباح. لهذا انت مسؤول عن ضياع اموالنا. نعم انا مسؤول. وهل كان يتوقع احمد غرق السفن جميعها؟ اعقل يا رجل اعقل. الذكي يحسب لكل شيء حسابه. تقدرون وتعصف الاقدار. ساجد حلا. كنت منذ برهة تقول اتقاسم الحلوة والمرة. كيف يا سيد احمد كيف؟ راشد. نعم يا كبير التجار. خذ يا راشد هذه 3000 دينار وزعها على التجار بنسبة رأس المال. هل تكفي هذه الدنانير إلى ما يقرب من 1000 تاجر؟ لقد وضعنا في يدك أكثر من 100,000 دينار. لكن هذا كل ما عندك؟ أحمد تشكر على كل حال. لا يا سادة إن أحمد مبذر والله لا يحب المبذرين. أنا أريد كل أموالي. لك ما تريد. وأنا قد عرفت لماذا كنت لا أتردد في اتخاذ أقصى القرارات. لأنك كنت بجواري يا فاطمة، بجواري في القوة والضعف، في الحزن والفرح. ليس مهما ما اتخذت من قرارات، ولكن ما سوف نفعله سويا. أحمد حدثني عن المستقبل. ستجد أن آلام الماضي والحاضر تهون وتصغر وأنت تتحدث عن المستقبل. ما أحوجني إليك يا فاطمة، لولاك. في ذيك الفترة جاءت فرقة مصرية وقدموا مسلسل تاريخي اسم الأوفياء. كان في رشوان توفيق، كان في إسلام فارس، أحمد حلاوة، سناء ماثر، في مجموعة. وأيضا اشركونا احنا كمجموعة لأن العمل باللغة العربية الفصحى. كان يتكلم عن شخصية يهودي شلون يعني دخل يعني في 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 يرويك يعني فيه قصة الحقيقة هي يعني ما تعظمنا سمات الشخصية اليهودية اسمه. نعم 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 بالضبط هالشكل. وفي هذا العام 1980 تم أول إنتاج محلي لتلفزيون البحرين مكون من 30 حلقة. أول مرة ننتج 30 حلقة نصاً وإخراجاً وتمثيلاً، وهو طبعاً عبارة عن مسابقة رمضانية تم من خلالها توصيل السؤال عن طريق الأداء التمثيلي. وكان طبعاً من إعداد الإذاعي في حينها والكاتب المعروف اليوم سعيد الحمد والمعد التلفزيوني أحمد عبد الله. أما الإخراج فكان للمخرج حسن عيسى. وأيضاً يعتبر هذا العمل أول عمل بحريني يتم تصويره خارج استديو التلفزيون. هذا العمل حمل عنوان رحلة العمر، وشارك في التمثيل كل من جاسم خلف، صالح حسن، سبيتش الحكم، عبد الله وليد، سعد علي، جاسم الصايغ، أحمد الزياني، وسالم سند. كلمات أغاني زينة. أنت لا تفكر إلا في الأغاني. هذه عن شخصيات عظيمة أرفع من مستواك. يعني وش هو أرفع منه إيه؟ يعني عن ناس أغنية تجار. إنها عن شخصيات عظيمة. شن هو يعني عظيمة؟ اللي هو رجال لو مرة. رجل وأي رجل. اسكت يا جاهل. اسكت يا الدادان. هذه عود بس حبتها قصيرة. إذا لم يصمت هؤلاء سأذهب.
وسع الصدر الله يهديك بسكتون بس انت كمل. هذا الرجل أنشأ مدرسة في فن الغناء الخليجي. أوه عرفته إلا سوى مدرسة الهداية. مدرسة في الفن في الغناء أيها الأحمق. فشلتنا يا الحج. يقول لك أنشأ مدرسة في فن الغناء الخليجي مو اللي سوى مدرسة الهداية. واصل يا أسعد كمل ترك ولي. طيب هذا الفنان ولد في البحرين سنة 1901 تقريباً، وتوفي في المحرق سنة 1946. واشتغلنا بسيارة النقل الخارجي، طبعاً سيارة النقل الخارجي الكاميرات مرتبطة بالسيارة، يعني مو فري كاميرا، يعني مثلاً تجود الكاميرا وتصور ومرتاح، وهاي لا هاي كابل وزحمة يعني تصويره يعني وايد تأذينا. كان من ضمنهم بأنها محصلين تذاكر من في المسابقة وطالعين برا، يعني برا البحرين. رحنا المطار، طردونا من المطار. أتذكر أنا أصور ماخذين إجازة ما أشوف إلا يعني قالوا لنا بس وقفوا الشغل. وقفنا بنكمل وهذه. قالوا لا انت وايد مسوين فوضى داخل المطار، جايبين عود جايبين ما شنو دق دق السوالف ذي ما اتفقنا وياهم. انتم كاتبين رساله بتصورون بس ما بتقعدون هني واغاني داخل المطار ما شنو. قلنا هاي الا شوي دندنا يعني انت تبي تاخذ زاويه تشوف ناس واقفين قاعد يطالعون مسلسل كذي، انت تبي فراغ. شفنا ما في فايده. ابن شرطه بالنسبة لها المسلسل ابن شرطة وهذه ما قدروا عليهم. نزلت بروحي أنا جبت لي خيزرانة، والله يعني إصبعي يدرون جبت خيزران وألشط فيهم، ألشط اللي هست داخل المطار علشان بس أحصل لي زوايا، يعني ما فيها جمهور ولا شيء وراء المسلسل لأنه مسلسل. وصلنا إلى الختام وللحديث بقية في أمان الله.